إن انفصال تكساس عن الولايات المتحدة قد يعني الحرب. هذا ليس كلام كاره لأمريكا، وليست أحلام الروس أو الصينيين أو حتى العرب، إنه كلام الأمريكيين أنفسهم، نشرته صحيفة نيوزويك الأمريكية، ذاتها الصحيفة صاحبة خبر آخر قالت فيه إن تكساس قد تصوت للانفصال عن أمريكا في عام 2023. إذن الأخبار القادمة من بلاد العم سام صحيحة، وقد نشهد قريبا ولادة جمهورية جديدة تنضم لقائمة دول الأمم المتحدة بعد أن تصبح الولايات الأمريكية غير متحدة. وقبل شرح الأسباب والقصة والتبعات ومصير الولايات في حال حدث الأمر، نسرد الخبر كما جاء، حيث طالب نواب جمهوريون بإجراء استفتاء شعبي في ولاية تكساس العام 2023 للانفصال عن الولايات المتحدة، بعدما قالوا إنه انتهاك لحقوق الولاية من قبل الحكومة الفيدرالية الاتحادية. هذه ليست المرة الأولى، فقصة تكساس طويلة وتاريخية وسنرويها في هذا التقرير، لكن آخر المطالبات قبل الأخيرة كانت العام 2020، حين هدد سيناتور جمهوري هو تيد كروز بانفصال الولاية التي يمثلها، وجدد مطالبته باستفتاء على ذلك. إذن هي ليست إشاعة، لكنها أيضا قد تكون خطوة بعيدة، وما بينهما حلم بالاستقلال لا ينكره أحد. ومن البداية، تكساس هي ثاني أكبر الولايات الأمريكية من حيث المساحة بعد ولاية ألاسكا الثلجية، أي أنها عمليا الأكبر بين الولايات الأمريكية، وهي أيضا لو فصلت عن أمريكا فمساحتها ستحتل الترتيب 27 عالميا من حيث المساحة، كما يتجاوز عدد سكانها 27 مليونا، وهؤلاء يشكلون قرابة 7% من سكان الولايات المتحدة. أكبر مدنها هي هيوستن وعاصمتها أوستن، كما تضم مدنا أخرى شهيرة كمدينة دالاس، يعد سكانها الأصليون من الهنود الحمر، استوطنها الإسبان عام 1528، ثم التحق بهم عدد من دول أوروبية أخرى، وكانت طيلة تلك الفترة تتبع المكسيك حتى العام 1836، بعدها انفصلت عنها وأصبحت جمهورية مستقلة بحد ذاتها. لكن في العام 1845 قررت الانضمام إلى الاتحاد الأمريكي، وأصبحت الولاية 28 التي تلتحق بالدولة الجديدة، ما سبب اندلاع الحرب الأمريكية المكسيكية التي استمرت لعامين بين 1846 و 1848 قبل أن تحسمها أمريكا. لكن على ما يبدو لم يكن هذا الحسم للأبد، فكما ولايات أمريكية أخرى ظلت أحلام الاستقلال تراود سكان تكساس الذين غالبيتهم من أصول إسبانية. على الرغم من إغراءات أن تكون جزءاً من أغنى البلاد في العالم، فتكساس بحد ذاتها ولاية غنية، حيث يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 1.43 تريليون دولار، وهو ما يعادل 8.5% من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي، كما تعتبر أكبر الولايات الزراعية في البلاد من خلال توفرها على خزان مائي كبير، حيث يمر بها 15 نهراً، بالإضافة لاحتوائها على احتياطي من النفط الخام يبلغ قرابة 10 مليار برميل، وهو ما يعادل 31.5% من إجمالي الاحتياطي الأمريكي. وتتوفر أيضاً على بنيات تحتية متطورة من شبكة كبيرة من الطرق البرية والسكك الحديدية يبلغ طولها قرابة 400 ألف كيلومتر، وفيها نحو 850 مطاراً، منها أكثر من 50 مطاراً تجارياً، كما تتوفر على نحو 13 ميناءً على خليج المكسيك، وتضم أيضاً 120 جامعة وكلية ومعهداً، إضافة لمراكز أبحاث علمية وطبية أشهرها وكالة ناسا لأبحاث وعلوم الفضاء. وهذا يعني أن الولاية إذا ما انفصلت
فهي عملياً ليست بحاجة إلى أموال الحكومة الاتحادية، فهي ولاية غنية. وبالعودة لتصريحات تيد كروز السيناتور الذي هدد بانفصال تكساس، فهو أشار أن هذا الأمر إذا ما تم فالجمهورية الجديدة ستتحصل على وكالة ناسا ومعها غالبية عدة وعتاد الجيش الأمريكي. وهذا ما دفع خبراء للقول لصحيفة نيوزويك إن استقلال الولاية يعني إعلان حرب بين الحكومة الفيدرالية وحكومة تكساس، فواشنطن ليست مستعدة لخسارة ما تقدمه الولاية من دعم لاقتصاد أمريكا وموازنتها العامة. ولكن هذا بنفس الوقت سبب دفع الولاية لإعطائها مساحة أكبر بدائرة صنع القرار الأمريكي بحكم حجمها وتأثيرها، وهذا هو أيضاً سبب أحلام الاستقلال ليس فقط لتكساس، بل تشاركها عدة ولايات بالجنوب تحديداً ذات الهواجس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها أن ولايات الجنوب هي معقل المحافظين الأمريكيين، كما هي معقل الأمريكيين من أصول لاتينية الذين ما زالوا حتى الآن يعتمدون لغتهم الإسبانية، وبعضهم حتى لا يتحدث الإنجليزية، كما يأتي التاريخ من ضمن قائمة الأسباب، حيث شبح الحرب الأهلية الأمريكية التي وقعت بين الشمال والجنوب. كما هناك النظرة الاستعلائية لسكان بعض الولايات الشمالية الذين غالبيتهم من أصول أوروبية شمالية، ما يعمق الهوة بين اتجاهي أمريكا الشمالي والجنوبي. وليست الحرب وحدها ما قد ترعب الأمريكيين في حال انفصال ولاية عنها، فإذا ما حصل الأمر فهذه قد تكون مقدمة لانهيار الاتحاد بالكامل وانهيار أمريكا، حلم يراود كثيرين في شرق العالم أو ربما في كل مكان. فأعداء أمريكا كثر وكارهوها أكثر، من الصين إلى روسيا مروراً بأواسط آسيا وبلاد العرب حتى عقر دارهم في جنوب القارة الأمريكية. لكن قبل الخوض كثيراً في الأحلام، هل استقلال تكساس أو أي ولاية أخرى من الواقعية بمكان؟ وهل هو شبح ممكن الحدوث؟ تود جيتلن أستاذ علم الاجتماع في جامعة كولومبيا يقول إن أمريكا كانت دائماً منقسمة، وأضاف متسائلاً أعطني لحظة في التاريخ الأمريكي لم نكن فيها منقسمين بعمق. فأمريكا التي تشتعل فيها بين لحظة وأخرى أحداث تصل حد الاحتراب بين أبيض وأسود أو شمالي وجنوبي أو بين الأمريكيين الإنجليز والإسبان، هي فعلياً بلد يعاني من أزمة في الاتحاد، كما أن هناك انقسامات أخرى فيها بين الطبقات العاملة ورجال الأعمال والأثرياء، كلها جعلت البلد الذي يحوي باسمه كلمة الاتحاد غير متحد. وبالعودة لتكساس، فإن موقع الحركة القومية في الولاية ذكر أن أكثر من نصف مليون مواطن في تكساس باتوا من مؤيدي الانفصال، وما جرى في أواخر عصر ترامب من اقتحام للكونغرس ما هو إلا مؤشر على عمق الشرخ والغضب ضد الحكومة الفيدرالية. فالمتخصص بدراسات الأمن القومي ديفيد ريب نشر مقالاً يتحدث فيه عن الانفصال، ويحث فيه الجمهوريين بالاستقلال عن أمريكا وتكوين جمهورية خاصة بهم، حيث في أمريكا لا شيء يجمع الأمريكيين بحسب الكاتب، لا لغة ولا هوية ولا ثقافة مشتركة، ولا يوجد سوى السياسة التي يمثلها الديمقراطيون والجمهوريون، وهم يوماً تلو الآخر تزيد حدة الانقسامات بينهم، وبات لهم من الأفضل ألا يبقوا سوياً. هذا بالحديث عن التحليلات والسياسة، لكن هل قانونياً الولايات قادرة على الانفصال؟ بحسب حكم المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بولاية تكساس، فإن القانون واضح، تكساس غير قادرة على الانفصال، وذلك بحسب تبريرهم أن الولاية حين قررت الانضمام للاتحاد فهي دخلت في علاقة لا رجعة فيها، والسبيل الوحيد للانفصال هو أن توافق الولايات المتبقية أو أن تحدث ثورة في تكساس ضد الحكم الاتحادي. فتاريخياً سعت الولاية للانفصال عدة مرات جميعها فشلت،
ويرى أستاذ القانون ومدير الدراسات الدستورية في جامعة تكساس في أوستن أن الحديث عن انفصال الولاية هو مواقف سياسية وليس واقعياً، وأضاف أنه يمكن لتكساس إعلان استقلالها اليوم إذا أراد ذلك، لكن هذا يعني الحرب، وهذا ما لا يتمناه الأمريكيون، لكن يتمناه آخرون كثر حول العالم.